إبراهيم هذا بن سعد بن أبي وقاص يقول هالكلام في حضرة والده يدعو، فانظر ماذا قال له والده. تفضل. نعم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أولا يعني أنكر عليه، لكن بماذا؟ بأسلوب يفهمه السائل. قال: والله ما شاء الله كلامك حلو، أنت سألت الله إيش؟ خير كثير. حد يكره جنة وفيها استبرق وسندس وحور عين وقصور وأنهار؟ لو جلست تعدد الموضوع إيش؟ سينتهي؟ ما بينتهي. ولذلك في شيء يسموه جواب الحكيم، هنتكلم عنه على هذا الحديث. وتعوذت بالله عز وجل من إيش؟ من شر كثير. تعوذت من النار ومن سلاسلها وأغلالها وكلوبها وحياتها وعقاربها، حينتهي. قال: لكن هنا كما قلت لكم، هو هذا رمانة الميزان، لكني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. احنا دائما قلنا لما تأتي تنكر وتعلم الناس لابد أن تكون كنانتك ملأ بيش، ملأ بالدليل. لا أصبح أن تقول له حرام. طيب معلش، لكن أنت الآن تكلم إنسان عامي وهو يكره شكلك أصلا، هو ما يريد أن يتقبل منك شيئا، صح ولا موسى؟ هو أصلا عنده يعني كده الإمبريشن، عنده الانطباع أنه هو أنت بالنسبة له لست مقبولا منك أي شيء، صح ولا موسى؟ فلابد أن تكون مستعدا بماذا؟ بالدليل. يعني يقول لك: طب وش الدليل؟ ومن حقي أن يقول ذلك حتى وإن كان مجادلا لك. فلابد أن تكون كنانتك ملأ بالدليل. ما ينبغي أن تقول أنك أنت أنا ما أعرف، أنا ما أدري إلى غير ذلك. طب هل معنى ذلك لو أنا ما عندي دليل لكن أنا المسألة دي متأكد أن أنا قد مر في فيها علم؟ قلنا ترجع إلى المرحلة الثالثة، أن تعزوه إلى يقول: الله سمعت الشيخ فلان قال كده، وأنت روح إيش؟ روح ابحث، وأنا اللي علي سويت بكل أدب وتنصرف عنه. نعم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وما أجمل الكلمة هذه، إنه سيكون قوم. نكرة، نكرة في سياق الخبر تفيد العموم، وكلمة قوم يقع فيها القليل ويقع فيها الكثير، والنكرة تعم. نعم. أيوة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. الله أكبر. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. حديث عائشة اللي هو وأعوذ عليك بجوامع الدعاء يا عائشة. نعم. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.